أهل البصرة، انحراف القطار في منطقة الرميلة وهاي العوائل باقي أسهم الرميلة. انحراف من سكة القطار. صار ساعة صافن على هذا القطار مال الزعاطيط بحيث بطاريته راح تخلص وما طلع عن المسار، وقطار الديرة وزارة ووزير واربعين خمسين مدير عام طول ميز واحدهم ستة امتار وموظفين وميزانية ملايين دولارات ويطلع قطارهم عن السكة، بحيث هذا الأسبوع سوانا فرجة ومضحكة وعلش بحلق ليسو والما يسوى عن أبوك ولك كلب. ولكم بلد نفطي وعاداته السنوية تعادل موازنة 7-8-9 دول ما قدر يوفر قطار ماله وادم لو مصلحة سن من عندكم. ده 2018 واحنا مصر لسه النهارده ما لا نمتلك قطار سريع. لا والله عيب، ونشرنا في مناقصة عالمية تقدم لنا برضو اكبر الشركات العالمية، شركات فرنسوية وشركات اسبانية وشركات صينية، شركة سيمنز الالمانية اللي تعتبر رقم واحد في العالم ومصرين يجربوا او يعني ينفذوا تجربة نجاح اخرى زي السكة الحديد زي اللي عملوها كهربا. في الكهرباء. نعم. نزلوا من 4 إلى 3، من 4 مليار دولار الى 3 مليار الى 3 مليار طيب. لل 400 كيلو ل 460 كيلو 460، وخدوا بقى هيدونا 15 سنه صيانه وتشغيل. 15 سنه كل قطع الغيار كل الكلام ده. من 3 مليار. قال لا ده انا كمان هدي للشعب المصري عشان خاطر الرئيس السيسي قطار خامس هديه 7 عربيات. اذا خدنا 5 قطارات زياده. خمس قطارات زياده. نعم. ده ب3 مليار دولار، دول هديه للرئيس وللشعب. خمسه قطار ده غير بقى المليار اللي احنا نزلناه اساسا من 4 ل3. نعم. ده يلا مصر اللي هي مو دولة نفطية مثل العراق وعاشة بالقطارة على الإعانات الدولية والسياحة ومعتمدة بدخلها على أبو الهول والراقصة سفيناز واللمبي، تجي شركة سيمنز الألمانية اللي سوت لهم الكهرباء تتوسل بيهم حتى تسوي لهم شبكة سكة حديد بطول 460 كيلومتر يعني من بغداد للبصرة مع صيانة مجانية لمدة 15 سنة مع 5 قطارات هدية للسيسي وللشعب المصري، وكل هذا بيش ب3 مليار دولار. شنو الكاظم ويك؟ نايم قاعد. شبيه الكاظم ما ينطوه هيك هدايا؟ لو الكاظم مخليه بس يحب بي وشكو صفقة يقطونه بيها ويفرهدونه ويخلون اسمه بيها. الميزانية ما بيها فلوس. ما بيها قلت لهم داك. سأل باب المستلزمات الخدمية اللي هي تنظيف وغيرها. أنا ذكرتها قبل. بلغ 2 تريليون و 980 و 890 مليار دينار، يعني 2 مليار دولار. تنظيف كل مؤسسات الدولة. يعني مصر تسوي قطار بطول 460 كيلو متر ب3 مليار دولار، والعراق يصرف 2 مليار دولار لتنظيف مؤسسات الدولة. انا بدي اشوف مش روحه. مليارين دولار بس تنظيف لعد اشو يا دائره نروح لها نلقى القيسه واصل لها بمغاسلها ومرافقها الصحيه ويا مكتب نفوت لنا القابوه وحيطانه كاتلين الوسخ والزنجار ملاعين الوالدين.